احنا النهارده قررنا وقبل ما نختم السنه نشوف الحصاد، وقبل ما نتكلم عن حصادنا احنا يعني تعالوا نقول لكم على احداث مهمه شهدتها مصر على مدار السنه دي سواء في الداخل او في الخارج، ونرجع تاني مع بعض. في العقد الأخير نال تمكين المرأة سياسيا اهتماما كبير من قبل الدولة والقيادة المصرية، وكمان تعالت الأصوات المنادية بضرورة تقليص الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء على التمييز بجميع أشكاله بهدف الدفع بالنساء نحو مراكز صنع واتخاذ القرار وتمكين المرأة والرفع من قدراتها، حيث أنها تمثل قرابة نصف المجتمع وتأثيرها كبير على باقي المجتمع. وبعد أن كانت المرأة تحرم من ممارسة حقوقها السياسية في العقود القديمة ويتم إقصاؤها من المشاركة في كافة المجالات، أصبحت في الوقت الحالي يتم الاعتماد عليها في كافة المجالات سواء السياسية أو غيرها من المجالات. وزادت أعداد المرأة في الحكومة الحالية من نواب ووزراء ومعاونات الوزراء ومناصب نواب المحافظ، وارتفعت نسب تولي المرأة في المناصب القيادية في كافة ومختلف الوزارات والشركات، وعينت المرأة لأول مرة في منصب وكيل مجلس الشيوخ، كما وقد تم تعيين 11 قاضية بالنيابة العامة للمرة الأولى، وهو ما جعل مصر تتقدم 48 مركزا بمؤشر التمكين السياسي للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين. وتؤمن القيادة السياسية الحالية بضرورة دمج المرأة سياسيا ودفعها إلى الترقي للمناصب الحكومية العليا تماشيا مع التحول الديمقراطي الذي تشهده الدولة وحرصها على تحقيق التنمية الشاملة، وردا للجميل لما قدمته المرأة المصرية من تضحيات على مدار تاريخها الوطني ولما أظهرته من مواقف بطولية كانت سببا في دعم استقرار الدولة المصرية.